الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، أينما كنتم في كل مكان داخل وخارج أرض الوطن، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حوارات ساخنة الذي يبث على صفحات مؤسسة صفر بريس للإعلام والتواصل. ضيف حلقة اليوم أستاذ جامعي عضو الحزب الديمقراطي الوطني منذ 2009، رئيس شبيبة الديمقراطية سابقا. ضيف حلقة اليوم الأمين العام الحالي للحزب الديمقراطي الوطني وأصغر الأمناء العامين للأحزاب الوطنية. ضيف حلقة اليوم الدكتور خالد بقالي، الإطار الجامعي والفاعل السياسي. سي خالد، مساء النور. مساء الخير سي عبد العلي، وشكرا لك على الدعوة وعلى الاستضافة بهذه المؤسسة الواعية. سعداء باستقبالكم سي خالد. بداية، سي خالد، يعرف الدخول المدرسي والجامعي هذه السنة تعثرات كثيرة، هل يمكنكم الحديث في الموضوع؟ كما أشرت سي عبد العلي، فالدخول المدرسي والجامعي هو واحد المحطة مهمة بالنسبة لا للمؤسسات الجامعية والمؤسسات التعليمية، وكذلك هو محطة مهمة بالنسبة للأسر. إلا أن هذه السنة يعرف مجموعة من الإشكالات، خاصة فيما يتعلق بطلبة كلية الطب. هذا المشكل الذي نعتبره بأنه مشكل طال أمد معالجته، حيث أننا يعني ندخل في حوالي سنة والمشكل لا زال عالقا، والطلبة لم يلتحقوا بمدرجات التكوين والتحصيل العلمي، وبالتالي هذا يعني إشكال حقيقي ندعو من خلاله كل الفرقاء وكل فاعل في هذا الملف لكي يغلب صوت الحكمة وصوت المصلحة الوطنية من أجل البحث عن حلول علمية وعملية وترضي جميع الأطراف. فيما يتعلق بالدخول المدرسي خصوصا الابتدائي، عرف توفر يعني الكتاب المدرسي نوعا من الاختلالات أدت إلى فقدان بعض المقررات الدراسية يعني في المكتبات وفي دور النشر. هل هذا راجع يعني لما تحدثت عنه وزارة التربية الوطنية عن المدرسة الرائدة ويعني والتجديد الذي سيلحق بالمدرسة العمومية، أم هناك أمور أخرى؟ مسألة المناهج، كما تعلم بأن هناك مديرية خاصة بالمناهج، وأن دائما هناك تجديد على مستوى المناهج، لكن هذا التجديد يطرح العديد من الإشكالات، خاصة أن مسألة تجديد المناهج في بعض الجوانب ترتبط بالجانب التجاري على حساب الجانب العلمي وعلى حساب الجانب المتعلق بالمادة المعرفية المراد يعني تحصيلها من طرف التلاميذ، وبالتالي يطرح العديد من الإشكالات. نتمنى أن يتم يعني التغلب على هذا الإشكال، وأن يبقى الجانب المعرفي والمهاري هو الأساس المتعلق بإنتاج الكتب، وأن يتم معالجة هذا الإشكال من خلال يعني تفادي المقاربة التجارية على مستوى الكتب والمناهج العلمية. سي خالد، حقق المغرب مؤخرا انتصارات كبيرة يعني وذات قيمة عالمية للقضية الأولى للمغرب، هي القضية ديال الصحراء المغربية، وقد تحقق ذلك بفضل حنكة وخبرة يعني الدبلوماسية الملكية في البعد الإفريقي، وكذلك لا ننسى دور الدبلوماسية يعني الوزارية والدبلوماسية الموازية التي يمارسها يعني مختلف منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية الأخرى. هل ما حققه المغرب يجعلنا نتقرب أكثر إلى حل نهائي ومحسوم للقضية الوطنية، أم أن لا زالت أمامنا أشواط أخرى قبل تحقيق يعني الحل النهائي والدائم؟ مسألة الصحراء المغربية هي مسألة اللي نعتقد بأنها هي مسألة محسومة، وأن صاحب الجلالة الدبلوماسي المغربي بقيادة صاحب الجلالة حفظه الله تقوم بتحقيق انتصارات كبيرة جدا، وأن صاحب الجلالة كان واضحا بأن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، المنظار الذي ينظر به المغرب إلى العالم، وبأنها هي المعيار الأوضح الواضح والبسيط الذي تبنى الذي نقيس من خلاله صدق الصداقات ونجاعة الشراكات. وبالتالي أن مسألة الصحراء المغربية بالنسبة لنا مسألة يعني محسومة جدا، وبالتالي
المجهودات التي تقوم بها الدبلوماسية المغربية مجهودات جبارة، وحققت مكاسب كبيرة جدا من خلال الاعترافات المتتالية بمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وتوالي يعني الاعترافات، يعني هذا يسجل للدبلوماسية المغربية ونجاحاتها التي يعني نجاحات مبهرة. ومسألة الصحراء المغربية هي مسألة أمة وليست مسألة مرتبطة بظرفية، وبالتالي فالأقاليم الجنوبية عرفت دينامية تنموية كبيرة جدا على مختلف المستويات، وبالتالي هذا هو خير تعبير عن إرادة الأمة المغربية ملكا وحكومة وشعبا في أن نحسم هذا النزاع المفتعل. يقوم النظام الجزائري مؤخرا بتصدير عدة مواقف واتخاذ قرارات يعني يعتقد من خلالها أنه في الموقف القوي الذي يعني يتخذ موقفا يجعله يعني ندا للند مع المملكة المغربية، في حين أننا نعتبر هذه القرارات وهذه المواقف هي إشارة على قرب نهاية النظام وقرب فشله النهائي، وبالتالي هو يقوم بردة فعل اليائس المنهزم الذي لم يعد ينتظر يعني أي إنجاز لتحقيقه من خلال مواجهته من المغرب. يعني كيف تنظرون للقرارات التي اتخذها النظام الجزائري مؤخرا؟ هي قرارات يمكن أن نشبه بها قصاص الديك المذبوح، لأن العداء للنظام الجزائري هو نظام عداء غير مبرر وغير مبني على معطيات يعني منطقية. للأسف هذا العداء الذي يضيع على المنطقة فرص التنمية ويضيع علينا مشروع بناء اتحاد المغرب العربي الذي ما فتئ صاحب الجلالة يدعو ويمد اليد إلى تحقيق هذا التكتل الإقليمي الذي أصبحنا نرى بأن العالم يتجه إلى تشكيل تكتلات إقليمية لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية. نجد بأن هذا التكتل الذي كان يصبو إلى أن يشكل تكتلا إقليميا على مستوى شمال إفريقيا أنه لم يحقق يعني هذه الأهداف وهذه الطموحات التي كان يترجى من خلال القادة المؤسسين أن نخلق مغرب قوي اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، لكن للأسف بهذه الممارسات التي تصدر عن النظام الجزائري نضيع هذه الفرصة، رغم أن فرص التكامل الاقتصادي قائمة بين بلدان المغرب العربي، وأن مظاهر الوحدة هي قائمة تتجلى في اللغة والدين والعادات والتاريخ والمصير المشترك، لكن للأسف النظام الجزائري لديه رأي آخر فليتحمل مسؤولية هذه الشطحات الغير مبررة. سي خليد، قضت محكمة العدل مؤخرا ببطلان الاتفاق القائم بين المغرب في مع الاتحاد الاوروبي بشان يعني الصيد بالبحار المتواجده بالمناطق الجنوبيه بالصحراء المغربيه. هل هذا القرار له اي تاثير على يعني القضيه الوطنيه، خصوصا ان المغرب لم يكن طرفا في هذا يعني في هذا الملف الذي كان معروضا بين انظار المحكمه، وان الطرف فيه كان هو يعني الجبهه المشؤومه والاتحاد الاوروبي؟ تماما سي عبد العالي، كما قلت فبيان وزارة الخارجية المغربية كان واضحا بأن المغرب غير معني بهذا القرار، وأن هذا القرار للأسف يعني اتخذته المحكمة الأوروبية بناء على معطيات غير منطقية وغير ملموسة ولا تستند على أي وقائع يعني قانونية، وبالتالي فهذا القرار لا يؤثر في المسار التنموي وفي ممارسة السيادة الوطنية للمغرب على صحرائه، وبالتالي يعني هذه مسألة أوروبية فليتحملوا مسؤولية اختياراتهم، لأن المغرب ماض في طريقه التنموية وباختياراته، فأعتقد بأن هذا القرار لن يؤثر في مسألة أو في ملف الصحراء المغرب. أكيد سي خالد. سي خالد، تأسس الحزب الوطني الديمقراطي في مؤتمر بيونيو 1982 تحت اسم الحزب الوطني الديمقراطي PND كما عرف في تأسيسه بعد انشقاق عن حزب التجمع الوطني الأحرار. هل تأثرت الورقة السياسية للحزب بالانتماء السابق أم أن للحزب تصوره وبرامجه الخاصة؟ شكرا على هذا السؤال، لأنه أعادنا إلى
أزمنة خلت، لأن الحزب الديمقراطي الوطني وليس حزبا جديدا أو حزبا مستحدثا كما يشاع عند البعض، فهو حزب تأسس في بداية الثمانينات، وهذا الحزب أسسه العديد من المناضلين الذين كانت لديهم غيرة وطنية وكانوا يعني من رجالات الدولة الذين بصموا على مسارات على مستوى المسؤوليات في مناصب متعددة، وبالتالي أن الورقة أو المرجعية التي اعتمدها الحزب ترتبط بمنهجية قريبة من المواطنين تعتمد على العديد من الإشكالات التي كان يعرفها المغرب آنذاك. المرجعية السياسية للحزب ترتبط بتنمية العالم القروي وكذلك بتخليق أو بمعالجة التفاوتات الاجتماعية والمجالية التي عرفها المغرب بعد الاستقلال. ونحن بعد مؤتمر الوطني الثالث لازلنا على هذا المسار، بحيث أن مرجعية الحزب أو إيديولوجيا الحزب ترتبط بتبني خطاب يعتمد على القرب من المواطنين وبمحاولة الإجابة على الإشكاليات المطروحة. سي خالد، شكل الحزب الوطني الديمقراطي إلى جانب أحزاب أخرى وإلى حركة لكل الديمقراطيين النواة الأولى لتأسيس حزب الأسرى والمعاصرة، ثم في مرحلة معينة تم يعني تنظيم المؤتمر الاستثنائي وخرج الحزب الديمقراطي الوطني. هل يعني الدخول إلى أو المساهمة في تشكيل أو إنشاء الحزب الأسرى والمعاصرة اعتبر لتيار معين داخل هذا الحزب خطأ، وبالتالي تم التراجع عن هذه الخطوة والعودة إلى تأسيس الحزب تحت مسمى جديد؟ هو محطة الاندماج في حزب الأسرى والمعاصرة كانت يعني محطة مثار نقاش بين أعضاء المكتب السياسي وبين الإخوة المناضلين آنذاك، وتولدت قناعة بأن الإخوة يجب أن نندمج في هذا المشروع وأن نؤسس لإطار حزبي سياسي جديد، لكن هذه القناعة انتفت فيما بعد وقرر الإخوة أن يخرجوا من هذا الإطار ويشكلوا يعني الحزب الديمقراطي الوطني. سي خالد، وأنتم أصغر أمين عام لحزب سياسي وطني، نعلم الإرث الذي تركوه من سبقكم، يعني خصوصا المؤسس أرسنال الجديدي والقائد عبد الله القادري و يعني من لحقوهم فيما بعد الشناوي صلاح الدين الشناوي، دون ان ننسى يعني من تعاقبوا على عضويه المكتب السياسي ولا النواب يعني الامين العام للحزب. يعني كيف تمارسون مهامكم بين صقور ان صح التعبير الحزب وانتم اصغر سنا منه؟ العمل او الانخراط في العمل السياسي هو مساله قناعه، وهذه القناعة لابد أن تواجه المرء مجموعة من الإكراهات، وهذا مسألة واردة في العمل السياسي كما في مجالات أخرى، وصراحة نحاول التغلب على هذه الإكراهات بمعية الإخوة الذين اقتنعوا بضرورة أن يقتحم الشباب العمل السياسي وأن يحاولوا أن يخلقوا القيمة المضافة من خلال ممارسة حزبية مغايرة لما نلاحظه أو نشاهده على مستوى المشهد السياسي، انطلاقا من الممارسات المرتبطة وأنت تلاحظ بأن هناك متابعات قضائية، هناك يعني حل أو أن سحب تزكية لمجموعة من رؤساء المجالس، وبالتالي يعني أن انخراطنا في هذا المشروع هو مبني بقناعة بأن الشباب يجب أن ينخرط في العمل السياسي وأن يقول كلمته وأن يساهم في البناء المجتمعي لوطننا الحبيب. في نفس السياق نتذكر يعني مضامين الخطاب الملكي في خطاب العرش الأخير، حيث عاتب جلالة الملك الأحزاب السياسية على تقاعسها وعجزها في صناعة وجد النخاء، قائلا جلالته: يتعين عليها أي الأحزاب السياسية استقطاب نخب جديدة وتعبئة الشباب للانخراط في العمل السياسي، كيف يتم تجديد النخب؟ مسألة تجديد النخب نعتبره ليس مسألة إجراء تقني غادي نبدلوا نخب بنخب جديدة، وإنما هو بناء نخب من خلال الهياكل وخاصة المنظمات الموازية للأحزاب السياسية، التي يعني بالمناسبة أدعو أن تكون منظمات مهيكلة قادرة على صناعة هذه النخب متدرجة في أجهزة الحزب، وكذلك من خلال تشجيع النخب والكفاءات من أجل الانخراط في العمل السياسي، لأن للأسف وكما أشرت سابقا بأن
الممارسات السياسية التي نعيشها اليوم يعني أنها تخلق لنا عزوفا عن الممارسة الحزبية، وتجعل الشباب بالخصوص يبتعد عن السياسة ويخلق لنا أزمة ثقة. وبالتالي نحن في الحزب الديمقراطي الوطني نحاول بناء وتجديد هذه الثقة في المؤسسة الحزبية من خلال أن نعطي الشباب مناصب المسؤولية داخل المؤسسة الحزبية، وأن يعبر عن طموحات وميولات واحتياجات الشباب. في حقيقة الأمر هنالك تساؤل كبير حول يعني تأخر أو تعثر اندماج الشباب في الممارسة السياسية. في نظركم ما الذي يعيق هذا الاندماج؟ هل هو خوف القيادة القديمة للأحزاب في فقدان موقعها، وبالتالي تمارس نوع من الرقابة يعني على توهج واندماج فعلي للشباب، أم أن الشباب لا زالوا في حاجة إلى تكوين الذات وممارسة ميدانية وبلوغ درجة من النضج السياسي تؤهلهم للإمساك بزمامهم؟ هو المسألة انخراط في العمل السياسي هو مسألة مركبة. أولا ترتبط بمسألة التأطير، فالأحزاب السياسية لم تعد مؤسسات لتأطير الشباب وتكوينهم وصقل مواهب على مستوى الممارسة السياسية وتحفيزهم لممارسة السياسة، لأن الهم والأهداف والغايات التي أصبحت الأحزاب هو مسألة الانتخابات، وبالتالي انزاحت عن القيام بدورها على مستوى التأطيري. على مستوى كذلك التواصل، فالأحزاب السياسية خطابها التواصلي لا يصل إلى الشباب، وبالتالي خطابها لا يخلق دافعية والحافز لدى الشباب لممارسة السياسة. كذلك هناك مشكل على مستوى التنشئة الاجتماعية، فالأحزاب السياسية كوسيط أو كأحد الوسائط المعتمدة في التنشئة الاجتماعية لم تعد تقوم بأدوارها المرتبطة بزرع قيم المبادرة وقيم الانخراط وقيم الحب العمل التطوعي، وبالتالي هذا خلق يعني هذا الواقع الذي نعيشه والذي نتمنى ان نتجاوزه في اقرب الاجل. هذا الجواب الذي يعني طرحتموه يدفعنا للتساؤل عن مدى جدية الاحزاب السياسية المغربية في التجاوب والتفاعل مع التوجيهات الملكية السامية، خصوصا فيما يتعلق بتجديد النهضة. صاحب الجلالة حفظه الله ما فات يدعو الى ان تكون لدينا احزاب جادة ومسؤولة، ومسؤولية الأحزاب تتجلى في القيام بأدوارها الدستورية. لكن للأسف هو أن كما أشرت سابقا أن الأحزاب انزاحت على القيام بهذه الوظيفة، وأصبح همها الوحيد هو كيف أن تخلق لنفسها موطئ قدم داخل الخريطة السياسية عبر الانتخابات، وبالتالي أصبحت الانتخابات هي الغاية التي يعني تتجند من أجل الأحزاب السياسية لكي تكون لديها يعني مكانة ضمن المشهد السياسي، وهذه المكانة يعني كما يشار أن الغاية تبرر الوسيلة، وأن الوصول إلى هذه الغاية يمكن أن نعتمد على وجوه التي يعني تحوم حولها يعني شبهات الفساد أو التي لها ماضي على مستوى التركيز على الأعيان والتركيز على الأعيان والتركيز على كلمة تنقل المشكرة، وبالتالي أننا لا نتيح يعني المجال للشباب لكي يبرهن على كفاءته وينخرط في هذا الدينامية السياسية التي تعرفها البلاد. سيبقالي هل تم تفاوتا يعني واختلافا في مسألة المشاركة السياسية بين شباب للقرى والأرياف والشباب المدن والمحاضر، وما مرد ذلك؟ هذه مسألة طبيعية، لأن مسألة الانخراط في العمل السياسي هو يمكن أن يرتبط كذلك بمسارات التنمية، لأن هناك مجالات محدودة ومجالات غير محدودة. فالشباب الذي يقطن مثلا بمدينة الرباط الفرص المتاحة له والإمكانيات ليست هي نفسها مثلا في مجالات أخرى، وبالتالي هذا مسألة يعني طبيعية جدا أن نرى هذا التفاوت المرتبط بالمشاركة والانخراط في الهيئات السياسية. لا أعتقد أن هذه الفرص يعني متاحة لشباب مدن وغير متاحة لشباب القرى ستكون مؤثرة لو أن هذا الشباب يعني استفادوا من دورات تكوينية وتأطيرية في الممارسة السياسية، وكيف يكون الفعل السياسي سواء يعني الميداني من خلال العمل يعني التشاركي مع القوى الحية في المجتمع وبين المشاركة في داخل الأحزاب. الإشكال الذي يعني نعاني منه والذي ينبغي أن نبحث له عن سبل العلاج هو أنه كيف يمكن أن نقنع الشباب لكي ينخرط في المؤسسات. ربما نتحدث عن الشباب في حاجة لتحفيز وتشجيع، القناعة موجودة لدى الشباب.
ولكن التحفيز وتشجيع على المشاركة يتم عبر إعطاء الفرص وتكافؤ الفرص، لأنه الشباب لما يرى أن يعني أبناء الساسة أو السياسيين التقليديين في البلاد لهم حظوة ولهم يعني مرتبة يعني متقدمة عن الشباب يعني العاديين إلى شأن القول، يعني هنالك نوع من الحيف يجعل الشباب ينفرون من العمل السياسي. بطبيعة الحال إن الممارسة السياسية ليست ممارسة يعني منزهة عن بعض الشوائب كما قلت ذلك، فالحظوة والقرب من مراكز القرار السياسي يعني أنه يتيح للشاب أنه يعني يتسلق يعني بسرعة يعني المراتب داخل الأجهزة الحزبية مقارنة مع شباب مثلا المناطق الغير محظوظة أو المناطق البعيدة عن المركز صنع القرار. وبالتالي هذه مسألة مفروغ منها، وهذه المسألة طرحت بحدة على مستوى مثلا اللوائح الوطنية للشباب، يعني أنه تم تسجيل أن هذه اللوائح يعني كرست الريح والقرب من الفاعلين السياسيين وغيبت الأطر والشباب الكفء الذي يمكن أن يعطي يعني قيمة مضافة على مستوى الممارسة الحزبية. سي خليد، تشكل معالجة ملفات السلم الاجتماعي تحديا كبيرا لكل حكومة العالم، كيف استطاعت الحكومة الحالية مواجهته؟ مسألة السلم الاجتماعي هي مسألة جد مهمة، وأشار إليها صاحب الجلالة وأعطى تعليماته أن تلعب الحكومة دورا مهما في لعب دور أساسي جدا على مستوى الملفات الاجتماعية، وخاصة على مستوى الانفتاح على مختلف الفرقاء الاجتماعيين. فهذه الحكومة لا يمكن أن نكون جاحدين، فتحت بعض قنوات الاتصال مع بعض القطاعات الاجتماعية وفشلت في اجتماع في 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 وفشلت في قطاعات أخرى. وبالتالي فمسألة السلم الاجتماعي أعتقد بأنه يجب أن يكون مركزيا في اهتمامات الحكومة، وأن تفتح الآفاق من أجل خلق يعني نقاش جاد مع كل الفاعلين الاجتماعيين من أجل تحقيق هذا السلم الاجتماعي الذي يبقى يعني هدفا محوريا لدى الجميع. فعلا كما أشرت يولي صاحب الجلالة أهمية قصوى لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، وقد أعطى جلالته انطلاق ورش الحماية الاجتماعية لتعميم التغطية الصحية. هل نجحت الحكومة في تنزيل هذا الورش؟ ورش الحماية الاجتماعية هو ورش واعد، وصاحب الجلالة أعطى تعليماته أن يكون نقلة نوعية على المستوى الاجتماعي، لكن الإشكال هو طريقة الأجراء وطريقة التنزيل. فلازلنا إلى حد الآن لم نلمس الأثر الملموس على مستوى الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة من أجل تنزيل هذا الورش الاجتماعي الواعد، والتي يعني أن طريقة التنزيل تشوبها مجموعة من الشوائب. نتمنى من الحكومة أن تتفاداها وأن تتجاوزها من أجل أن نحقق الأهداف المتوقعة من هذا الورش الملكي الواعد. ألا تعتقد أن قصور التواصل في شأن هذا الموضوع قد خلق وساهم في خلق ارتباك لدى الفئات المستفيدة، خصوصا فئات العمال الغير أجراء اللي منهم الفلاحين والسائقين المهنيين والصناع التقليديين وما إلى ذلك من المهن الحرة، واللي لازالوا إلى غاية اليوم يتخبطون يعني بين التواصل مع الصندوق الوطني للدعم الاجتماعي أو ما سمي بمؤسسة الربط أو الأورغانيزم دو ليزون اللي كتكون هي صلة الوصل ما بينهم وبين الصندوق الوطني، وكاين واحد الإجحاف في حقهم من حيث المعلومة، يعني قد يتجه المواطن للاستفادة نحو الصندوق الوطني ويقال له أن ملفك لازال عالقا لدى مؤسسة الاتصال والعكس صحيح. هذا مشكل صراحة، مشكل منذ بداية هذه المسألة، ونحن نتلقى العديد من الشكايات من طرف المواطنين الذين لقوا مشاكل تقنية على مستوى يعني الربط مع المؤسسات المناط بها يعني أداء هذه الخدمة. وبالتالي هو مشكل تواصل من الحكومة التي كان يجب لها أن تواكب تنزيل هذا المشروع بتواصل مستمر مع الفئات المعنية، وكان كذلك لزاما عليها أن تحاول معالجة هذه الاختلالات التقنية حتى يمكن أن نخلق الارتياح
لدى المعنيين بالأمر، وأن نبسط لهم المساطر والإجراءات المعمول بها ونجعلهم يتيقون في هذا البرنامج الذي قلت بأنه برنامج واعد، ولكن يستحق إلى ولكن يحتاج إلى آليات وميكانيزمات لتنزيله على أرض الواقع بطرق اللي يجب أن يلمس المواطن يعني نتائجها الإيجابية. الحديث عن الموضوع الحماية الاجتماعية يحولنا لموضوع الدعم الاجتماعي. هل هذا الدعم الاجتماعي الذي تم تقديمه بناء على توجيهات وتعليمات ملكية سامية استطاع يعني المنزلون يعني استهداف الفئات التي تستحق فعلا ام ثمة اختلالات؟ ومسألة الاختلالات واردة جدا، لان طبيعة الاستهداف وطبيعة يعني تحديد الفئة المستهدفة طرح مشاكل كثيرة جدا، وانتم تعرفون بان وقد واكبتم هذه المسألة بان هناك بعض الاسر استفادت في بضعة أشهر، ثم المؤشر يعني أنه فاق يعني المعدل المطلوب، فأن توقف الدعم، وبالتالي هذا خلق ارتباك لدى الأسر. وبالتالي أعتقد بأن البرامج الاجتماعية يجب أن تكون برامج يعني مضبوطة، وأن تكون الفئات المستهدفة محددة، وأن يكون هناك يعني الاستحقاق في الاستفادة من هذه البرامج حتى لا نخلق مثل هذه الانعكاسات السلبية التي يعني ترتبط بتنزيل هذه المشاريع. سي خالد، معيار قوة أي اقتصاد وطني يتجلى في قدرته على مواجهة الظروف الصعبة. كيف استطاع الاقتصاد الوطني المغربي مواجهة كل التحديات الداخلية منها والخارجية، وهل استطاع تجاوز مرحلة الأزمة؟ الاقتصادات الناشئة أو الاقتصادات الصاعدة لابد أن تواجه أزمات، وأنت تعرف بأن منذ الاستقلال المغرب حاول أن يبني يعني أساليب اقتصادية أولا ترتبط بالخصوصيات والإمكانيات المتاحة، وكذلك بالظرفية الاقتصادية الدولية، وبالتالي لا يمكن أن نعزل السياسة الاقتصادية الوطنية عن ما يقع على مستوى التطورات الدولية. بالتالي أعتقد بأن على المستوى الاقتصادي المغرب يعني يخطو خطوات مهمة جدا من أجل بناء اقتصاد أو نموذج اقتصادي متوازن، إلا أن هذا البناء أو هذا المسلسل لا زال ينتظره الكثير من أجل الوصول إلى نموذج اقتصادي قوي ويحقق الغايات المنوطة منه. سي خالد، يعرف تدبير بعض المجالس الجماعية عدة مشاكل بلغت فقدان بعض الرؤساء للأغلبية، وتجلت في إقالة أو عزل بعضهم، ويتهدد آخرون خطر الإقالة عبر المسطرة القانونية لسهتق، دون أن ننسى قيام بعض الرؤساء بإقالة أعضاء يمارسون مهامه. لماذا ترجعون ذلك؟ مسألة المجالس المنتخبة هي مسألة، ماذا عسى أن أقول لك، بأنها مسألة تطرح أكثر من تساؤل، لأن عندما نتحدث عن الجماعة الترابية نتحدث عن مجال ترابي بمقياس أقل، يجب أن تدبره نخب لديها كفاءات ولديها ارتباط بتلك المجالات الترابية. لكن للأسف نلاحظ بأن منذ انتخابات الصارمة تقلدت نخب لم ترقى إلى المستوى المطلوب، ولم تستطع أن تجيب على الإشكالات الراهنة، وبالتالي أن هذه المجالس يعني مجالس يعني ممكن أن تشوبها صراعات، تشوبها العديد من الإشكالات كما لاحظنا في العديد من المجالس كما أشرت. وبالتالي يعني أنا أعتقد بأن لا بد من الوقوف وقفة تأمل في النخب التي نريد، أي نخب نريد في تدبير مجالاتنا الترابية، لأن عوض أن نواجه الرهانات وأن نواجه الإشكالات المطروحة على مستوى هذه المجالس، نرى بأن هذه النخب تجعل الرهانات التنموية جانبا وتدخل في صراعات جانبية، وبالتالي هذا يساهم في الهدر الزمن التنموي ويضيع علينا العديد من الفرص التي يمكن أن نستغلها لتحقيق التنمية المشهودة. يتضمن الميثاق الجماعي عدة أبواب ومواد وفصول، لكن تركيز بعض الأعضاء أو المسؤولين الجماعيين قد انصب عن تلك المواد التي تتحدث عن كيفية عزل الرئيس وعن كيفية إقالة العضو، عوض التركيز عن المواد التي تتحدث عن التنمية وعن اختصاصات الجامعة وعن كيفية النهوض بالمناطق حيث تدبيرهم
وحيث يترأس. بالتالي تحول الميثاق الجمعي إلى أداتنا أو آلية لتصفية الحسابات عوض أن يكون يعني أرضية لتفعيل التنمية والنهضة الشاملة. للأسف إن الميثاق الجماعي جاء بمجموعة من الاختصاصات للمجلس الجماعي من اختصاصات ذاتية واختصاصات منقولة. لكن للأسف اختصاصات مشتركة ومشتركة. لكن للأسف أن الفاعل الجماعي ترك كل هذه الإمكانات وكل هذه الفرص التي أتاحها له المشرع وبدأ يبحث على الفقرات التي يمكن أن نخلق من خلالها بلوكاج أو التي أن نخلق من خلالها تعثر على مستوى تشكيلة المكتب، وبالتالي هذا خلق إشكالا كبيرا على مستوى التدبير الجماعي، وأصبحت دورة أكتوبر يعني في منتصف الولاية بمثابة كابوس يعيش رؤساء الجماعات. نتمنى أن نتفادى مستقبلا مثل هذه الممارسات، لأن التحدي الأكبر هو تحدي التنمية الذي ينبغي أن نتجند جميعا من أجل ربح أو كسب ربح. سي خالد، تعد جهة فاس مكناس من الجهات الغنية بالماء وتتميز بمؤهلة طبيعية كبيرة. باعتباركم أستاذا لمادة الجغرافيا، كيف يمكن استثمار هذا الوضع لتحقيق التنمية في جميع المجالات خصوصا في القطاعين الفلاحي والسياحي؟ جهة فاس مكناس من الجهات الواعدة والتي لديها إمكانيات طبيعية وحضارية وبشرية مهمة جدا، لكن للأسف ضعف التدبير وانعدام الحكامة الجيدة وضعف التنسيق والالتقائية بين مختلف الفاعلين يفوت فرص التنمية على هذه الجهة التي لديها كل الإمكانيات ولديها كل الوفرات. على أي مستوى تقصدون ضعف التدبير؟ التدبير هو أن يتملك الفاعل رؤية استراتيجية على مستوى تنمية هذه الجهة. هل تقصدون التدبير الجهوي أم التدبير الإقليمي أم التدبير الجماعي المحلي؟ يعني على المقاييس الثلاثة، التدبير الجهوي وعلى المستوى الأقل وعلى المستوى المجالس الجماعية المحلية. لأن عندما يتملك الفاعل أو المنتخب الجهوي أو الإقليمي أو المحلي رؤية على مستوى التدبير، هذه الرؤية تحظى بالالتقائية والتنسيق بين مختلف الفاعلين، فأكيد سوف نربح ريال التنمية. لكن للأسف عندما تغيب هذه الالتقائية وتغيب ويغيب هذا التنسيق ويصبح الصراع بدل التكامل بين هذه المجالس، فأكيد سوف نضيع ريال التنمية وسوف أننا ننشغل بقضايا جانبية لا ترتبط بالقضايا الجوهرية لتحقيق التنمية. وجهة فاس مكناس لديها يعني كل الإمكانيات، كما قلت إمكانيات فلاحية جدا، وهذه الإمكانيات لم يتم استغلالها لحد الآن. نتمنى أن يتم استدراك هذا التأخر من أجل يعني تحقيق يعني ما نصبو إليه جميعا كأبناء هذه الجهة. على المستوى السياحي تتميز يعني الجهة تواجد مجموعة من المناطق اللي تستحق الزيارة والمشاهدة. هل يعني تم إنشاء مشاريع سياسية تهدف إلى جذب السياح خصوصا الأجانب، أم أن يعني المناطق لا زالت مهملة ومهمشة في انتظار يعني من يعطيها فرصتها؟ مسألة السياحة هو قطاع واعد، لكن طريقة تدبيره هو الذي تشوبه اختلالات. لأن السياحة ليست فقط على مستوى الوحدات الفندقية والأسرة إلى غير ذلك. مسألة السياحة أولا هو تسويق تراب، يجب أن نسوق هذه المجالات وأن نعتمد على مسارات سياحية حتى نمكن السائح من رسم تصور لمساره السياحي، وبالتالي أن نعمل على تهيئة المجالات السياحية حتى يمكن أن تستقطب أكبر عدد ممكن من السياح، وحتى يمكن أن نحقق يعني القيمة المضافة من العملة الصعبة. لأن السياحة بجهة فاس مكناس هي من القطاعات المهمة، لكنها لم تستغل بالطريقة الأمثل، ونتمنى أن يتم ذلك قبل فوات الأول. عودة حزب الديمقراطي الوطني للمشهد السياسي، هل تم إعداد العدة لعودة للمشهد الانتخابي؟ بطبيعة الحال، نحن الحزب الديمقراطي الوطني هو حزب شبابي بامتياز، يعني أننا نحاول أن نمارس السياسة بشكل مغاير، سياسة تعتمد على القرب من المواطنين، سياسة ترتبط بمحاولة التواصل البناء والهادف مع المواطنين. نعم، الانتخابات هي مسألة يعني أنها تحصيل حاصل، إن الحزب محطة لتتويج العمل السياسي، ولكن ليست كهدف أو كغاية في حد ذاتها. نحن يعني كحزب لا
لديه تجدر على مستوى المجالات الترابية، نبتغي أن نحقق القيم المضافة بممارسة سياسية شفافة ترتبط بأخلاقيات العمل السياسي، كما أشار إلى ذلك صاحب الجلالة في افتتاح ذكرى 60 للبرلمان، حيث أشار بأن يجب أن نعتمد على نطاق الأخلاقيات. وبالتالي نحن على مستوى الحزب قمنا بصياغة برنامج أخلاقيات يرتبط بأن الكفاءة والاستحقاق والنزاهة هي الأساس الذي يمكن أن يتبوأ من خلاله المناضلين مراتب المسؤولية وكذلك التزكية على مستوى مختلف الاستحقاقات الانتخابية. سي خالد، تمكنتم مؤخرا من استقطاب عدد كبير من الكفاءات والأطر بمدينة فاس، وقد شجعكم ذلك على الامتداد نحو مدن أخرى. هل تتوفرون على استراتيجية لخلق نواة العمل الحزبي بمدينة صفرو؟ بطبيعة الحال، هي مدينة صفرو، الإخوة بمدينة صفرو أسسوا يعني المكتب الإقليمي، ويتكون من تلة من الأساتذة ومن النخب التي تنتمي إلى الإقليم، ولديهم غيرة على تلميذ الإقليم، وأكيد أن الإخوة في المكتب الإقليمي سوف يبصمون على عمل سياسي متميز. نتمنى لهم التوفيق وأن يكونوا خير سفير للحزب الديمقراطي الوطني بإقليم صفرو. طموح السياسي والانتخابي لخالد البقالي؟ طموحي هو أن أخدم بلدي، وأن أكون في مستوى الثقة الذي وضعها في الإخوة والأخوات في الحزب الديمقراطي الوطني. هل لديكم رسالة للشباب المريد؟ رسالة للشباب هو أنه يجب أن ينخرط في العمل السياسي، لأن بلادنا في حاجة ماسة إلى الشباب، وفي حاجة ماسة إلى الأطر والكفاءات التي ينبغي أن تنخرط وبقوة من أجل تنمية البلد ومن أجل أن نخلق القيمة المضافة. كفى من العدمية، وكفى من اليأس، وكفى من السلبية، لأن الواقع يفرض علينا الانخراط وأن نعمل على تحقيق التنمية التي ننشدها جميعا وينشدها صاحب الجلالة حفظه الله. نعرف أن في الديمقراطيات العالمية الأغلبية تتجه للتصويت لمن يستحق، والأقلية يعني التي من يحصل على الأقلية فهو لا يشارك في التدبير، وتكون دائما ثمة فئة محايدة أو صامتة. عندنا في المغرب الفئة الأكبر هي الفئة المحايدة أو التي لا تشارك لا في العمل السياسي ولا في العمل الانتخابي، وهذه هي الفئة التي نستهدفها، هي الفئة التي هي عازفة على الممارسة السياسية، أو التي لا تصوت في الاستحقاق الانتخابي، أو التي هي أصلا غير مسجلة في اللوحة الانتخابية. فهذا نداء لهذه الفئة بأن يجب أن تنخرط في بناء المسلسل الديمقراطي، لأن البلد في حاجة إلى كل طاقاته وكل نخبه. فأعتقد بأن الوقت يعني قد حان لننخرط بإيجابية، وأن ننخرط بدون تردد من أجل يعني بناء مغربنا الحبيب الذي هو مغرب الجميع ومغرب متجدر في عمق التاريخ. وبأن حان الوقت لكي نقول كفى من اليأس ومن العدمية، لأن الفرص والرهانات كبيرة جدا ويجب أن نربحها وأن نستغلها بإذن الله. هل لكم موقف من منصات التواصل الاجتماعي؟ للأسف غياب مؤسسات حزبية ومؤسسات للتنشئة الاجتماعية قادرة على تأطير الشباب، فأن الشباب هرب هروبا جماعيا نحو منصات التواصل الاجتماعي، وأصبحت يعني بمثابة مجالات للتعبير عن الآراء والانتقادات والتفكير، في الوقت الذي كانت هذه التعبيرات أن تكون داخل المؤسسات الحزبية والمؤسسات المدنية. فهذا الهروب الجماعي نحو وسائل التواصل الاجتماعي نتمنى أن تستدركه الأحزاب السياسية وتقوم بدورها، حتى يمكن أن نساهم في تنشئة جيل من الشباب الذي يرتبط بقيم بلده، وأن يرتبط بالتمغربية الأصيلة الضاربة في جذور التاريخ. على ذكر هذا الهروب إلى وسائل التواصل الاجتماعي، لا شك أن استعمال أو التعامل مع هذه المنصات هو الذي ساهم في الهروب الجماعي الذي حاول من خلاله عدد لا بأس به من الشباب المغاربة، وخصوصا الأطفال والقاصرين، الولوج أو الدخول إلى طغر سبتة المحتلة من خلال واحد المبادرة أو واحد الاتفاق جماعي اللي تم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأعد له يعني إلكترونيا أو افتراضيا، وتم تنفيذه على أرض الواقع
يوم 15 شهر 9. إلى أي مدى وصل اليأس بشبابنا وأطفالنا إلى محاولة هجرة جماعية، وما هي الدوافع والأسباب وراء ذلك؟ هذا الفعل لا بد أن له خلفيات، وأن الدعوات إلى قيام بهذا الفعل عنده خلفيات سياسية، وعنده دوافع موضوعية. الدوافع الموضوعية هي أن الإطارات السياسية والمدنية يجب أن تحتوي الشباب وأن تحتضنهم وأن تحاول أن تخلق لديهم فضاءات للتعبير وفضاءات لكي يعبروا عن رغباتهم وطاقاتهم، لأن لا أعتقد بأن الشاب عندما يكون مؤطر داخل تنظيم سياسي أو تنظيم مدني أن يقوم بهذا الفعل، لأن مسألة الفقر مش مسألة جديدة، يعني الذي يمكن أن نعتبره نشرعنا بهذه الممارسات، لأن مسألة الفقر يعني مسألة واقع. وبالتالي يعني أعتقد بأن الدعوات هي دعوات مشبوهة، وبالتالي أن وهو أيضا رسالة للحكومة لكي تتفطن وتنتبه وأن تحاول أن تتواصل مع الشباب وأن تحاول قدر الإمكان الإجابة على احتياجاتهم، لأن احتياجات الشباب احتياجات كبيرة، ويجب على المؤسسات الوطنية أن تحتضن هؤلاء الشباب وتعمل على الإجابة على احتياجاتهم وعلى تطلعاتهم، لأن الوضع كما قلت بأن الوضع لا يتطلب الكثير من التماطر. يعني السؤال الذي يطرح بعيدة هي كيف بلغ هذا الأمر إلى اقتناع الأطفال والقاصرين؟ هذا يعني صلب الموضوع، هي كيفاش خلينا الأطفال اللي من المفروض أنهم يكونوا في المدارس ويكونوا على الأقل في معاهد تكوين لما كانوش في المدارس أنهم يفكروا في الهجرة في سن مبكر؟ هذا هو يعني الخطير اللي بغينا نقوله الذي يتهدد مستقبل الشباب والطفولة في ذلك. تماما، ونقص خطر، يعني يجب أن المسؤولين أن يلتقطوا الإشارات وأن ينزلوا إلى القواعد وإلى المجتمع، وأن يحاولوا أن يتواصلوا ويحاولوا أن يربطوا جسور التواصل مع مختلف فئات المجتمع، لأن عندما نجد طفل في عمر 14 سنة ويفكر وتراوده حلم الهجرة إلى الضفة الأخرى، أعتقد بأن هذه المسألة أن هناك خلل ما، وبالتالي يجب على أن نعالج هذه الاختلالات وأن نحاول أن نخلق نوعا من الأفق الإيجابي لهؤلاء الأطفال وهؤلاء الشباب، لأن انسداد الأفق والإحساس باليأس أعتقد بأنه سوف يخلق يعني العديد من الإشكالات لدى هؤلاء الشباب. كلمة أخيرة سي خالد مخلد. رسالتي للشباب هو أن ينخرط يعني بدون تردد في المؤسسات الحزبية لكي يعبر عن آرائه وأفكاره، وأن يوصل ويسمع صوته يعني لكل المؤسسات المعنية. كما أريد أن أوجه نداء إلى جميع المناضلين للحزب الديمقراطي الوطني بأن يعملوا على الانخراط اللامشروط في العمل السياسي للحزب، وأن يكونوا خيرا سفير الله في المجالات التي ينتمون إليها. كما أشكر مؤسسة سبور بريس على الاستضافة وعلى الدعوة الكريمة، وأتمنى لهذه المؤسسة العتيدة الاستمرارية والتوفيق والنجاح في أداء رسالتها. شكرا لكم السي خالد البقالي، الأمين العام لحزب الحزب الديمقراطي الوطني وأسرار الأمناء العامين للأحزاب السياسية بالمغرب، على حضوركم معنا في فعالية هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، نشكركم على تتبعكم لهذه الحلقة، نضرب لكم في موعد لاحق مع ضيف جديد ومواضيع جديدة. إلى اللقاء.